السلامة جاتا. بص الفول بص الفول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا تحدي طرش ما بيهزرش من حاجات زمان اللي ما بتهزرش. قول عايز تقول حاجه وتنت. اقول النهارده معانا تحدي مع واحد بره. انت بتهبد اقسم بالله بتهبد. اسكت انا قلت اديله فرصته بس هو ملوش فيها. اقعد ساكت. فالنهارده عاملين تحدي لا تختار الصندوق الخطا مع واحد مش من مصر. جبنا واحد مش مصري ومش هنعرف نتعامل معاه. انا عارف قلت له لا. وايه بقى لسه واصل طازه على مصر. يعني لسه من المطار علينا على طول. ما يعرفش حاجه عن مصر ولا يعرف اي حاجه. يعني انت لو قلت له ايه هيقول لك ايه؟ شنو هيقول لك؟ امباليه. ونرحب بالضيف بتاعنا وسام. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه ده كده دي كده التحيه السودانيه صح. رحب بالناس بالسودان. يلا قرب بالسودان مش باللبنان. السلام عليكم ورحمه الله. قرب انت منين بقى؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. فل الفل بألف عافية. عسل سكري. سوداني يعني. ما بيهزرش. بص النيل لسه لازق في وش النيل اهو. شربت من نيلها؟ طب جربت تغني لها؟ طب جربت ترقص لها؟ يا لهوي. اسفين يا وسام على العتها ده. اسفين جدا. لا ما هو كده انتوا هتقطعوا وكل ده كله هيتعمل عادي. لا مش هيتمنتج ده هينزل. حقيقة انت النهارده عايزينك تبقى عايزينك سوداني. عايزينك سوداني مش لب. ابراهيم ارحمني. النهارده التحدي بتاعنا يا وسام انت عارف هو بيتكلم عن ايه؟ اول صندوق معانا المفاجأة الجميلة اللي عينها بتطلع قلوب. ده صندوق باين ان هو كله حب وحنان. ده الله. حاجة جميلة. تمام؟ حاسس ان جواه خير. الصندوق التاني سيبه زي ما هو. الترجيع الحاجة الوحشة. هي مش حاجة ترجيع. هي حاجة مش احسن حاجة تتاكل. وده احسن حاجة تتاكل. الصندوق التالت تراش بالسوداني. الحاجة التالتة ونقول بسم الله العقاب. دا 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 دا. بس كده. العقاب يا جدعان. معانا عقاب. انا هديه لك يا وسام. معانا الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة ومعانا العقاب. تفتكر مين فينا اللي هياخد العقاب؟ هو الصندوق ده احلى مني؟ او اي حاجة احلى منك. يا رب ليه؟ العقاب ليك انت. العقاب ليه؟ ايوه. ليه كده؟ ايوه. لازم يكون ليك انت. لازم يستاهل. هو حتى الراجل شايف انه يستاهل. لسه عارفك من دقيقتين وشايف انه يستاهل. كل الناس تعمل لايك سبسكرايب شير. اهم حاجة دي اهم حاجة. لازم. الله اكبر. دي بقى جملة مختلفة. الراجل قلتها لكم المرة دي بجملة كرييتيف بالسوداني. تفتكر هيعملوا لايك يا وسام؟ ان شاء الله. يلا بينا. عايز توصل الفيديو ده كام لايك يا وسام؟ 50,000 لايك. يا 50,000 لايك. واعمل لايك. يا رب. تعالي يا روان. تعالي. هتلخبط لنا. بص بقى المفاجأة الجديدة دي. تعالي قربي هنا. انا كنت بعمل ترند الغزاله اللي انت عايز تصورينا. كنت بتعملي ايه؟ كنت بتعملي ترند ايه؟ الغزاله رايقه. الناس اللي رايقه يا سيدي يا جماله. عامل ايه انا بقى؟ بص يا ستي خلاص يا كيني خلاص. بص يا روح احنا هنغمض عينينا كل واحد هيحط ايده على عيده بس هيحلف انه مش هيفتح عينه. والله فعلا ما حد هيفتح عينه. انت هتبدلي الصناديق. احلف يا وسام انا عارفك. قول والله العظيم ما هفتح عيني. اقسم بجلالي. هتخصم؟ اقسم بجلالي ان انا ما هفتح عيني. وانا اقسم بالله ما هفتح عيني. وانا احلف اقسم بجلالة الله ما هفتح عيني. روان هتبدلي الصناديق بطريقه عشوائيه. تمام؟ يلا 3 2 1 ابدي. بسم الله الرحمن الرحيم. روان يعني بصي خدت مخبطه. حد فتح روان؟ لا انا هاجي فيه. انا هاجي بالريحه. انا شاكك فيه. كمان خلصتي؟ واحنا مغمضين ما حدش يفتح. خلصت يا روان؟ اه. يوسف ايدك تطلع على صندوق واحد. ماشي يلا. ما تتشالش. طب يلا. مرة واحدة. ماشي. اطلع. بس ما تشيلش ايدك. يلا ما تشيلش ايدك. يلا وسام ودي ايدك على ايه؟ على صندوق واحد. انا ابوها. ما تشيلش ايدك. طب ما كده هما الاثنين حطوا ايديهم على نفس الصندوق الذكاء ده. لا غير يا وسام. هيا روان. ماشي صح. تمام وانا بقى انا هنا ايه؟ تمام. فتح. شيت رايقة وانا. انا واحد. انا واخد يعني نشوف يوسف الاول. يلا انا خايف بس دي حاجه حلوه ان شاء الله تبقى حاجه حلوه يا رجاله. يلا يوسف افتح. هوبا طلع بس وري الناس. ما شاء الله يا رجاله. بص ايه ده؟ ورق عنب وفراخ. طب انا اللي بحب الاكله دي زي ما جاتيش. وريني بس كده. تعالوا تنقلي بقى في الطبق بقى وبطني توجعني. لا ماشي جالك. وبتنجان وحواوشي. وايه دي؟ وده كاتشب معرفش مش عارف. مايونيز يا فلاح. مش هديك ولا حاجه. التعابة والحلاوة دي اقسم بالله. يا ابن المحظوظة. ربنا جاسب له. ده الولا ده. سو يعني ما حتفهم ايزي. ويان مع المفاجأة الكبرى.
الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ما دي حاجة حلوة. ايه ده؟ الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نتغدوا بقى قبل بلد يا عم. تعالوا افطروا معانا فطار بلد. الله اكبر. فطار فطار ايه؟ ما حلو والله، ده حلو. الرسمه دي كذابه، ده احلى فطار انا بموت فيه اصلا. جميل. يا رب تطلع الحاجه وتوري. بصل اخضر ورايك في الاخر بصل احمر. حلو. انا كنت فاكر البتاع دي شكلها في حاجه وحشه. فلافل ما بحبهاش بس حلو. انا ما بحبهاش. انا ما بحبهاش عشان انا ما عندي عقده من الفلافل، ما بحبهاش من وانا صغير. اما الفلافل اكله البشوات زي ما ابويا بيقول عليها. ابويا بيعشق الفلافل. فول احنا يوم الجمعه ده والله العظيم فطار زي الفل. طب ايه ناكله؟ طب نجرب. لا ناكله. هو وسام انت حتى في العقبه يرجع انت كده. معاك غدا وانا معايا فطار كده. بص بص الفول، بص الفول بالبصل الاحمر، بص الفول، بص الفول، بص الفول طازه طازه. اطيس حاجه عندنا طز طز حلو. عجبتك دي؟ تعالى وسام انت عندك الحاجات دي برده في الاسوان. ما تبقاش عندهم كتير الحاجات دي. بسم الله يا رجاله. كوبايه شاي يا روان والنبي والغزاله اللي انت عاملاها دي. يلا يلا بسم الله ندوق الفول. تيستنج الفول، نعمل ريفيو. تعالى يا احمد خش عليا. تعالى يا احمد. انا الفراخ، انا التوب والباقي فوتوشوب. عندكم فول في اسوان؟ كويس. ما هوش اسوان، هم في السودان. في السودان. السودان يا عم هنا عندنا فول، عندنا بوش. اكيد فول سوداني. ابو تقل دم امه. الفلافل الحار محشيه. استغفر الله. فلافل خدي خدي انت الغزاله. بقول لك ايه، مش انت غزاله؟ خدي بصل. انا بقى وسام قرب انت كده. ممكن ما يكونش حاجه عشان هم برده كانوا حاطين لنا فلافل. لا والان على المفاجاه. بصله طلع فراخ بالبصل الاحمر. يسوم يسوم ويفطر على بصله. يا كمان ده انت ابوه ما ابو سام. ادي الحاجه الوحيده اللي مش هنقعد ناكل منها. بصله. دي بقى مش عايزين منها. اتفضل احلى بصله. ودي يا ابو سام. يلا يا وسام. لا هتاكلها. لازم تاكل. يلا نصيبك. شلت قلت راضي بيه. قرب كده ويلا وكل ودوق ودوق وقول للناس. اقرش والله العظيم حرام. لا ده بصل مفيد مع الفول بقى. ما تتكلمش معايا بقى داخل الى اخر الفيديو. كفايه يا وسام. ايه رايك؟ مقعد حلو. مقعد لما قعدت خد بقى. يعني ما طبعا حصل يعني مقعد دي يعني ايه؟ يعني كويس كويس. طيب نخش على التحدي اللي نالكم بالتحدي الثاني ونشوف المره دي هيطلع لقب لمين. اكيد انت لبسته اول مره هتلبسه الثاني. لا المره دي ان شاء الله حاجه ثانيه. انت عشان اتمنيتهوله راح ربنا اديها لك انت. يا رب ما اخدش انا العقاب المره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا حاجه. جاهزه. يلا يا حاجه معانا مناديل اهي عشان لو حد حب يمسح اي حاجه تحصل، ومعانا كوبايه ميه لو حد فرهد في السكه عشان دي كلها مشروبات. يا ترى مين هيشرب ايه ومين هيشرب؟ يلا 3 2 1 غطي عينك. نعمل انبوكس. يلا يا روان. ماشي يلا بينا. يلا اتفضلي. محدش يفتح عينه. محدش يفتح عينه. روان انت بتعملي انبوكسنج ولا ايه؟ خلصت. ايه السرعه دي؟ لا يا بابا كده انا عارفين كده. اللي في النص ما اتحركتش ولا بيتحرك؟ مفيش حاجه اتحركت اصلا. اه يا ناصح انت بتبص. انا كنت بعمل لكم جميل. لا اصل باين قوي يعني. لا والله. طب يلا خلصي. مفيش صوت عشان كده. ايوه خلاص ماشي هصدقكم. وكذب عيني. لا والله العظيم. طب مالناش دعوه، المهم حاجه تبقى ظاهره في الكاميرا بس. جاهزه؟ خلصت. جاهزين؟ اه يلا كل واحد يحط ايده. يوسف ابدا. اختار لي كيك. انت حاجتين انت هتستهبل؟ اختار. لا حط ايدك يا ابن اللذينة. كانت هنا. لا والله. طب بقول لك ايه، بقول لك يلا يا سوسن اشيل ايدك. ابدل تاني. ابدلي تاني. والله حزورة. ايوه دي حزورة. قربيهم من شفة الرسول. يا رب يا وسام تجيب حاجة عدل. احنا اللي اخواتك مش هو. عشان مرفز يعني اخد. يلا انا. جاه يلا اطلع. يا رب. شوت. ها يلا. بروف اللي قدامي. يلا يا وسام خد اللي قدامك خلاص. انا خدت اللي قدامي. ماشي يلا افتح. افتح عيوني. اه يا ابني انت مطرطش. خد العقاب تاني. انا بقى خد العقاب مرة تاني. انت جاي تتعاقب يا ابني؟ معلش يا حبيبي معلش. جاي تتعاقب بس؟ انت جاي من بلدك تتعاقب عندنا ولا ايه؟ مش عارف. لا اله الا الله. الورقة انت ممكن تحط قلم على الطاولة جامد. انت ايه يا ابني؟ انت مزعل ابوك وامك قبل ما تنزل ولا ايه؟ يا نهار ازرق. انا خدت الوحش وانت خدت الحلو. بقول لك انت صعبان عليا. خد الصندوق بتاعي.
ايه انت صدقت اللعبه؟ لا يلا نبدا. اول واحد فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بيوسف خوري. يوسف يلا. ايه ده؟ ورينا ايه كده عنده حاجات. طب طلع حاجه حاجه. جالي ما اعرفش ايه ده تقريبا. ده سم ده. لا ما ينفعش دي مش مقاطعه. انا ما اعرفش ده تقريبا فيني. ايه دوق انت تعرف. ودي حاجه كده بس طعمها يعني اعوذ بالله. انت دوقتها؟ انا نفسي ما اعرفش. وكوبايه. طب يلا دوق. انا متاكد يا هيجيني يا اما صابون يا شطه حاجه زي كده. هبدا بدي. هبدا بدي. اسمعي يا كلمه. دي حاجه فيها ستيل زي عطفور. عطفور. لا لا انا حاساها هي اللي اتقبل. اصحابي بيقولوا عليها حلوه. انا اول مره اشوفها. دوق كده. طب استنى ما فيش اي حاجه تتشرب. يا عم عادي دوق. حلوه شويه. ايه طعمها قريب من البيبسي؟ لا ما ماسكه. طب ندوق احنا كمان يا مسامح. ايه هو ايه ده؟ ما نعرفه ما نعرفه هي عامله ايه. طب انا ما ده دوق. دوقان دوقان مش هنشرب كتير. ليه لا ليه لا؟ هو كله بيشرب. ما كان كنا فتحنا الصندوق كله. حاضر دوقان. ما كنا بقى كل واحد يدوق بقى من صندوقه بقى. صدق جامده. ليه لا حلوه. ليه كده؟ عامله زي المستكه جامده يا وسام والله. كفايه عشان غلط اصلا عليكي. هدوق التانية. دي ايه دي بقى؟ ما هدوق بقى مش عارف. دي مالهاش اسم. يا بوتي ايوه يا حبايب. قلبه مخالد. اديله ادي النهارده خالص. اديله ادي. ايه طعمها ماله؟ كركديه. اهو كركديه. انا المعلم. يلا الدور اللي بعده تاني واحد يختار. بعد جمدان ده بقى. الكبير وصل. الكبير وصل. يا سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احل سكتور والله هتلاقيه عصير مانجا. سكتور والله كنت هو كان 20 قلت. سنتوب مانجا. اخيرا جت معايا حاجه حلوه مره. سنتوب مانجو. اديله في السنتوب يا باشا. في حاجه رايق؟ في اللي انا عاوز اتخك. حاجه حلوه معروفه ما بيتاخدش منها. الحلو ولا الحلو؟ طب صب هنا. طب تعالى نعمل حاجه فيزياء. هنعمل حاجه فيزياء يا عم. فيزياء ايه يا حمام؟ عارف عايز يحط دي على دي. استنى. رج 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 ده لونه ورا. هو ليه شفاف؟ رج هيطلع بره. هيقع بره. الصوت ده بيفكرني بحاجه بس ما ينفعش اقولها. ايه ده انت عندك الافيهات دي برضه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارفه اصلا توب بس هو جاي. ايه ده بتاعت ده جامد قوي ده. تعالى بص ايه. مانجو مانجو. ايه رايك؟ انا قلت ده يتحط في العقاب. خلاص كمل. زي المعزه. كملها كملها كملها. تاخد عقاب كده كده. يلا كمل. يلا انا عايز اخلص. اشرب اشرب. الله اكبر كده عشان لما يتعاقب. يلا اللي بعده. اللي بعده. الطرش اللي ما بيهزرش. العقاب. ودي يا اسس. يا اما صابون يا اما شطه يا حاج الكعبه. وانا مش بصعب عليك. بيضه. طب دي ممكن تبقى مسلوقه. لا لا حرام عليك. ممكن تبقى مسلوقه. بس ممكن تبقى مسلوقه. لا ممكن تبقى مسلوقه. طب نشوف يمكن تبقى مسلوقه. لو نيه حرام عليك. حرام عليا ايه؟ هو ده العقاب. هو خد. انت حد لك نقيها. مش عارف. حرام عليك. ايه اللي حرام عليك؟ اطلعي بره. انا لو جات لي كنت هشربها والله عادي. نكسرها. نيه نيه هي زهر. ايه ده نيه. طب اكسرها بقى عادي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. راح. بيضه نيه. قلت عليها بيبسي عشان تروح. اللي بهاش حرام. لا 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 هتشربها على الطبق. تشربها تشربها. انا لو جت هشرب. ده مفيد يا ابني. بيض عارف بيض حمام ده. ما ده بقى ما بتشوفش لايفات التيك توك. شاكر بيشربها. يلا بص انا دلوقتي ممكن اديها لك بمانجا قدام الكاميرا ومنتجها. قشطه. تمام تمام. ايه هتشربها؟ اشرب يا جماعه. شوف بق واحد. ماشي بق واحد. بيض ني. ايه رايك؟ شوف الحقيقه. خد ميه خد ميه خد ميه. ماشي ماشي. خد بقى دي. يلا دي روح ليها بقى. وبكده يا جماعه يكون التحدي بتاعنا خلص. وسام يا ريته ما جه. خد عمال ياخد في عقاب بس. مفيش غيري تاني. خلاص كده اللعبه بتاعتنا خلصت. ولو الموضوع عجبكم وطلع مسلي انا هعمل لكم تحدي تاني منه بانواع مختلفه بصناديق مختلفه بفكره جديده. لو عايزين جزء تاني بضيف جديد غير وسام قولوا لي. لو عايزين وسام تاني قولوا لي برده. وقولوا لي في الكومنتات رايكم. ولو عايزين جزء تاني قولوا لي. ومش عارف اقول ايه بس انا اتبسطت جدا النهارده. ووسام اتبسط. ما اعتقدش انه اتبسط. اتبسطت يا وسام؟ اخد عقابين. والله زي الفل زي الفل. فجماعه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب زي ما وسام قال لكم. وانتظرونا في فيديوهات تانيه جديده وتحديات جديده. وانتظروني عشان الراجعه فاضعه. انتظروه مش جاي. انا اقول لك كلمتين عشان ما لهمش تاني. استني انا مش جاي. أيوه. طب ليه بتقول المعي ليه يا حبيبتي؟ سلام يا